كتير مهم لما نطلب سوشي انه نستفيد من الوسابي، لان الوسابي معروف انه هو انتي اوكسيدنت، يعني فيه مواد مضاده للاكسده، كمان هو انتي انفلاماتوري ضد الانفكشنز بالجسم، وبحارب كل شيء مثل الكانسر والامراض بجسمنا. ففينا نستفيد تنعطي فليفر اكثر للسوشي اللي عم نتناولون، ونستفيد من الفوائد الصحيه اللي عم يعطينا اياها.